الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، عندما تكثر الفتن نبحث عن أسبابها، وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. ومن العجب أن الناس يعرفون أسباب ذلك ولكنهم لا يواجهون الحقيقة، يعلمونها ولا يعترفون بها. فمن أعظم أسباب الفتن سوء الأخلاق، وسوء الأخلاق شيء إذا عم أصيب الناس بكل أسباب القلاقل، الخوف والفزع والشر. سوء الأخلاق يضيع الإنسان ذاتا وصفاتا، بل سوء الأخلاق يضيع الأمم. تذهب ريحها ويضمحل كيانها وتتضاءل. فإذا عرفنا ذلك أدركنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأفعال. أكرر الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأفعال. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم بخير دعاء: اللهم اهدني وسددني. صلى الله عليه وسلم. الخلق شيء هو عصب الحياة كلها، وهو روح الشرع عقيدة وقولا وفعلا. فإذا اختلت الأخلاق بحثنا عن قلوب العباد وماذا حدث فيها، ودرسنا أقوالهم وما ينطقون به، وأفعالهم وما آلت إليه. وهنا يكون الحكم على الواقع الذي نعيشه. إلى أي اتجاه وإلى أي مدى؟ لا بد من وقفة لمحاسبة النفس ومحاسبة الناس. وكما يقال في تعبير هذا العصر: لا بد من إعادة الأوراق وترتيبها بحسب ما نحن فيه. هي الفتن، الفتن الشديدة على مر العصور والأعوام والأجيال، لها جذورها السيئة الفاحشة، وهي سوء الأخلاق. عندما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم
سورة القلم وامتدحه الحق سبحانه وتعالى مدحا فائقا جمع فيه كل الشمائل الحميدة وجمع كل الأقوال السديدة وجمع كل الأفعال النبيلة وجمع تفكيره وعقله وجمع سكونه وحركته في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وسُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك فقالت إن خلقه القرآن كما روى الإمام مسلم رضي الله عنه. وفي رواية له أيضا سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وقرأت قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ وأنعم الله علينا به فيما وجهنا إليه. فعندما ندرس الخلق ندرسه من واقع الإسلام ومفهومه العظيم. الخلق الحسن هو ما أجمعت العقول عليه، أجمع عليه الكافر والمؤمن، الفاسق والصالح، الطائع والعاصي، هو إجماع من الناس على الخلق، فكل يقره. والخلق السيء هو ما أجمع الناس عليه، فكل يكره هذا الخلق. والخلق الحسن هو ما يحب الإنسان أن يذكر به وإن لم يكن فيه. والخلق السيء وما يكره الإنسان أن يذكر به وإن كان فيه. الخلق الحسن يحب الإنسان أن يمتدح به وإن لم يكن فيه. والخلق السيء ما يكره الإنسان أن يذكر فيه وهو فيه. فالبخيل وهو بخيل يحب أن يوصف بالكرم وليس كريما، والخائن يحب أن يوصف بالأمانة وليست فيه، والكذاب يحب أن يوصف بالصدق وليس فيه، والجاهل يحب أن يوصف بالعلم وهو جاهل، والظالم
يحب أن يوصف بالعدل وهو ظالم. إذن هذه قضية، قضية المجتمع الذي يتظاهر بالخلق الحسن وهو سيء الخلق في كثير من الناس، والذي يحكم على هذا الأمر والذي يرشدنا إليه هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عندما سئل عن البر فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت وأنت تنافق تظهر بالمدح والتبجيل، ولكن في قلبك حقد لمن تقول له ذلك من رئيسك أو وزيرك أو حاكمك، ففي داخلك نفاق، وأنت تدرك تمام الإدراك أنك منافق، والإثم ما حاك في صدرك. فماذا لو اطلع الحاكم على ما في صدرك، أو اطلع الوزير أو المدير أو صاحبك على ما في قلبك وأنت تمدح زورا، ماذا يصنع بك؟ فأنت آلة تتحرك مع كل مسؤول ومع كل صاحب ومع كل وزير ومع كل إنسان. أنت بوق، لسان يتحرك وينطق بالكذب بالصدق وأنت كذاب، وأنت تدرك هذا بالإخلاص وأنت منافق في داخلك، بالأمانة وأنت خائن، قلبك ينبض بذلك. إن اللص يكره أن يوصف بأنه لص، ولا يحب أن يسرق، والخائن يحب أن يكون من معه على أمانة، فيكره من يخونه وهو خائن. فكما يقال في التعبير الدارج، عندما يأتي رئيس اللصوص ويتفق على سرقة من السرقات وينهي اتفاقه مع أعوانه بقوله: الفتحة على الخائن وابن الحرام، فهذا الذي يسرق لا يحب أن يسرق لأنه يكره هذا الخلق. أيها المسلمون، إن من أبشع سوء الأخلاق أن تمدح بشيء ليس فيك وأن تفرح به، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا الذي ضيعنا كثيرا. كل يمدح بما ليس فيه، وكل يفرح ويضطرب وينتعش بهذه الأقوال التي يعلم تماما أنها ليست فيه. أيها المسلمون، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فكان هذا الإطراء انتقالا إلى الكفر وإلى غير ذلك، والإسلام يضع النقاط فوق الحروف، وكثرة الكلام لا تدل على ذاتك وصفاتك، أنت وحدك تعلم أن قولك يوافق ما في قلبك أو يخالفه، والله يعلم السر وأخفى. يقول صلى الله عليه وسلم:
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وعندما نتناول الثلاثة، فالثرثار الذي كرهه صلى الله عليه وسلم وهو بعيد منه يوم القيامة لأنه لا يشرف الأمة ولا يعينها على الحق، كثير الكلام المتكلف يقول: أنا وأنا وأبي وجد، يذكر أمورا يتكلف فيها في مجتمعه: اشتريت كذا وكذا من أوروبا، واشتريت جزمة وقميصا وبذلة، واشتريت كذا وكذا. يتكلف أمام الناس ويتكلم كثيرا عن نفسه، هذا هو الثرثار الذي ينطق بسوء الخلق، قد يكون في الموجودين محروما من هذا، فأنت تتكلم عن نفسك، فهذا نوع من الأنانية وملء المجلس بما لا ينفع بل بما يضر، بظهورك وكراهية الناس لك. هذا هو الثرثار المتشدق الذي يتعاظم في الكلام ويفتح فاه كالخطيب المفوه، والموضوع لا يحتاج إلا إلى كلمات يسيرة فيظهر الأمر عظيما ويطنب فيه، ولا يحتاج إلى كل ذلك حتى يملأ المجلس بكلام فارغ وقد ملأه علو صوته وملأه حماقته الغريبة. هذا من سوء الخلق. أيضا الخلق الثالث: المتفيهقون المتكبرون في كل الأمور، في العلم، فالعلم يحتاج إلى تواضع، وأنت لست بعالم بل أنت طالب علم، إذا سألت متكبرا، وإذا انتفعت متكبرا، كل ذلك ضيع الناس في حياتهم، وهذا ما نعيش فيه الآن. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها المسلمون، أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وأخلاق الإنسان بين عقيدته في قلبه، والعقيدة في القلب تحتاج إلى إخلاص، فقمة الأخلاق في العقيدة الإخلاص. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فإن لم تكن مخلصا، كنت مرائيا، ضاعت عقيدتك، فسوء الأخلاق ضيع لك عدة عظيمة وكنزا عظيما ينفعك يوم القيامة بالرياء والسمعة. حسن الخلق إخلاص العقيدة، سوء الخلق في العقيدة أن تكون مرائيا للناس. الأفعال التي بعد العقيدة والأقوال فلا ثالث، إما أقوال وإما أفعال، إما أقوال وإما أفعال، فأنت تحتاج في أقوالك الشرعية أن تكون على قول سديد، وخير القول السديد الصدق، فعندما ينتهي الصدق من المجتمع انتهت كل الأخلاق،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقولوا للناس حسنا فزن نفسك في العقيدة وفي القول. بقيت الأفعال، بنيت الأفعال كلها على الأمانة، وهذا ملخص الأخلاق، ليس فلسفة واسعة تضطرب فيها العقول وتحار. إخلاص في العقيدة أخلاق، رياء سوء أخلاق، أقوال سديدة أخلاق، إذا خرجت عن ذلك بالكذب فهي سوء أخلاق. فمن الكذب الغيبة، ومن الكذب النميمة، كل ذلك من سوء الأخلاق. كذلك في الأفعال بني كل ذلك على الأمانة. فهل أنت خائن في العهد في بيتك، خائن في دكانك، خائن في مزرعتك، خائن في مصلحتك، خائن في مسؤوليتك؟ أين أنت من الأمانة؟ فإن اختل الأمر في ذلك فأنت على سوء خلق بخيانتك، أنت على سوء خلق بكذبك، أنت على سوء خلق بمراءاتك وتظاهرك دون حقيقة. أيها المسلمون لا تخدعوا أنفسكم حتى لا تخدعوا الناس، والإثم ما حاك بالصدر. فأنت أدرى إن كان قلبك خالصا، وإن كان لسانك صادقا، وإن كنت على أمانة في كل الأفعال. وننتهي إلى أن حسن الخلق ينال به الإنسان درجة الصائم القائم، وإن لم يصم وإن لم يقم. فعيشوا وعيشوا أسركم في خلق يرضي الله، وفي أخلاق يريدها الله لهذا المجتمع الذي فسدت أخلاقه، ففسدت ذممه، وفسدت أقواله، وفسدت أفعاله، بقيت العقيدة. نسأل الله السلام. حسن الخلق، حسن الخلق خير، سوء الخلق شر. إذا كنا على هذا الحال فكيف ينتشر الإسلام بقوم ساءت أخلاقهم ففاقد الشيء لا يعطيه؟ والمصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى الدنيا واحدا ولا معين له إلا الله، لا قرابة ولا نسب ولا قبائل ولا أسرة ولا عائلة، قام وحده وخرج إلى الناس بالإسلام، وبدأ قبل التشريع بخلقه العظيم. وعندما يشتد عليه الأمر وكان قد دميت قدماه، فجاء ملك الجبال وجاء سيدنا جبريل فقال: يا رسول الله، إن الله قد علم ما فعل قومك بك، وكان في الطائف، وقد أرسل الله معي ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين جبلين في مكة لكان ذلك. فقال: لا يا أخي يا جبريل، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إن العظمة الأخلاقية التي تركت البصمات والأنوار في قلوب الناس، وترتب على ذلك أن كل تصرف منه مع أعدائه حتى يجذب إلى الإسلام وحتى يجذبهم إليه كان بحسن الخلق. ثم
تعلمون جميعا أن الرجل الذي رفع عليه السيف قال: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف فتناوله صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت من يمنعك مني الآن؟ فخاطبه بما يعلم فيه من روعة الخلق وعظمته وحسنه وكماله وبهائه، فقال: يا محمد كن خير آخر، أي لا تقلدني في جريمتي وسوء صنعي، أنت أكمل الخلق فلا بد وأن تكون أكمل مني وأخير مني يا محمد. فقال: كن خير آخر. فعفى عنه ثم ذهب إلى قومه وقال: لقد حدث كذا وكذا، فأنا جئتكم من عند خير الناس. شهادة الكافر في حسن خلقه وفي كماله وأداء حكمه الرائع الذي لا تزوير فيه ولا تغليف فيه، إنها جواهر الحق، ليست طينا مجمدا. فإذا نزلت عليه الماء أصبح طينا سائلا. إن الأخلاق المجمدة التي طليت بملامع السور ليست أخلاقا تقنع، فكل قول له أثر وكل فعل له واقعه في النفس. بقي شيء وهو الختام. كل هؤلاء عندما كانوا في قبضته في فتح مكة فقال: ما تدرون أني فاعل بكم؟ قالوا: لا شيء. اقتناعا من تأريخ نوراني على خلق ثابت لم يتغير، قالوا: لا شيء، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنه الإسلام في جمال خلقه وحلاوة تأثيره، كل ذلك لا يمنع أن يعاقب من يخرج على حدود الله. فالعفو عن الزاني ليس خلقا حميدا، والعفو عن السارق ليس مكرمة له وليس عفوا، وإنما هو سوء فعل وسوء ترتيب وإدارة وحكم في الأمة. فالأخذ على يد الجاني رحمة وخلق من أخلاق الإسلام، فكل من أجرم في حق المسلمين وجب عقابه، وكل من أجرم في حق الأخلاق العامة والخاصة وجب عقابه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر أعمالنا ومن سيئات أفعالنا ومن سوء أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم ثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم أهلكهم وهتكهم. اللهم أنزل عليهم سخطك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اجعلهم في مأمن من أعدائهم اليهود يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا جميعا مجاهدين في سبيلك في كل أوطاننا حتى يستقر الحق وحتى نهتدي إلى سواء السبيل.